يعني مجلس إقليم أمن إقليم كردستان كان واضحا، حدد الجهة وحدد نقطة الانطلاق، وبالتالي لم يعد هنالك مبررا لعدم التصرف، وهو قد فعلها سابقا مع كتائب سيد الشهداء عندما تحدث عن كتائب سيد الشهداء وفصيل آخر، وجاء الضربة الأمريكية بعد تقريبا 10 أيام في زمن هذا الرئيس الأمريكي جو بايدن. هل تعتقد أن هنالك مبررا للحكومة العراقية أو الاتحادية أن لا تتصرف أو لا تفعل شيئا؟ ألا تعتقد الإحداثيات موضوعة وجاهزة وعلى العراق التصرف؟ شكرا على هذه الاستضافة، تحية لك ولجمهورك الكريم. حياك يعني الله. بخصوص ضربة إربيل الأخيرة، هي تندرج في الصراع السياسي العراقي أكثر مما هي الصراع الإيراني الأمريكي. إقليم كردستان في العادة يعني عند تعاطيه مع الضربات الصاروخية التي يتلقاها من الفصائل المسلحة يذهب خطوة أبعد مما تذهب إليه بغداد، وهو يسمي المجموعة التي قامت بالقصف في محاولة لممارسة الضغط عليها، وربما دفع الحكومة العراقية لاتخاذ خطوات معينة بهذا الخصوص. في هذا الوضع الانتقالي أشك كثيرا أن حكومة السيد المالكي أن حكومة السيد الكاظمي بصدد الدخول في صراع مع الفصائل المسلحة، هي تريد أن تمضي هذه الفترة دون إشكالات كبرى كي يحسم موضوع رئاسة الوزراء، على أمل أن يكون السيد الكاظمي هو الذي يحصل على التجديد. لذلك يعني نشهد مثلا محاولات من السيد الكاظمي للاقتراب من الإطار التنسيقي، أن يقف في منطقة وسطى بين التحالف الثلاثي وبين الإطار التنسيقي، عدم إزعاج أو فتح مواجهة مع أي منهما. وهذه الفترة طبعا الفصائل المسلحة تعي هذا تماما وتستخدمه بشكل يعني واضح وقوي. نحن نتحدث عن مجموعة استهدافات، يعني من الشهر الثالث كان الاستهداف الإيراني يعني ضد أربيل فيما سمي في حينه اجتماع الموساد الذي ظهر فيما بعد أنه فيلا لرجل أعمال كردي، ثم بعدها بشهر يعني حدث قصف في أربيل محاذي لمنطقة فيها مصفى للنفط، ثم الآن نحن في بداية الشهر السادس عملية قصف أخرى، كلها في أثناء الفترة الانتقالية، كلها أشكال من ممارسة الضغط. وأعتقد الهدف الأساسي هو تفكيك التحالف الثلاثي عبر الإشارة بشكل مباشر أو غير مباشر. لاحظ حتى اللغة التي تصدر من الفصائل بإزاء الإقليم، بإزاء الحزب الديمقراطي الكردستاني، هي لغة قاسية، فيها تعمد الإهانة، فيها تعمد الاستصغار. الهدف أنا برأيي أنهم تشعر قوى الإطار أنها لا تستطيع أن تعقد صفقة مع التيار الصدري ما لم تنجح في البداية بإبعاده عن حلفائه، بمعنى تفكيك التحالف أولا، التحالف الثلاثي، حتى لا يكون للتيار الصدري أي حليف إلا الإطار التنسيقي، ويجبر هكذا التيار للعودة للإطار التنسيقي وتعود المعادلة التوافقية. أعتقد الأسباب هي سياسية عراقية محلية. لكن ألا تعتقد بأن التوقيتات أيضا مثيرة مما يجري مع إيران؟ يعني في فبراير وقعت مجموعة كار الاتفاقية مع تركيا، في مارس بدأت الضربات الصاروخية وغيرها على أساس اجتماع للموساد أو غيرها، أمس كانت هنالك إدانة كبيرة جدا وجهت إلى إيران في مسألة عدم الإجابة على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعدها بدقائق لا أعلم هل هي ربع ساعة أم 10 دقائق أم في نفس التوقيت وجدنا الطائرة المسيرة المفخخة تحلق فوق أربيل. هل قد نكون أمام عصفورين بحجر واحد استخدمت ضد أربيل برأيك؟ يعني أنا في تصور الفصائل عندما تقوم بهذه الأفعال هي أيضا تضعها إيديولوجيا في إطار ما تسميه محور المقاومة، بمعنى هي فعلا مقتنعة أنها تضرب حلفاء إسرائيل في العراق وحلفاء الولايات المتحدة وهم الديمقراطي الكردستاني، وأنها فعلا تساعد إيران في أفعال المقاومة ضد معسكر الاستكبار. يعني علينا هنا ألا نقلل من أثر الإيديولوجيا، هذه يعني هذه الجماعات إيديولوجية تؤمن بفكرة
لا يعتقد بها معظم العراقيين، فيها الكثير من الحسب المؤامراتي، لكن أيضا فيها الكثير من حس الصراع ضد الآخر يعني، وهذا يمنح هذه الجماعات حقيقة حسا بالمهمة النبيلة، أن لديهم مهمة نبيلة وهذه المهمة تقتضي الوقوف ضد محور الاستكبار. هذا هو الإطار الإيديولوجي، فهو ليس بعيدا عن تفكيرهم، اقتناعهم أو قناعتهم أنهم فعلا يقومون هنا بمواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل ويصعبون الموقف الغربي في المفاوضات النووية المتوقفة الآن يعني بين أوروبا وإيران. لكنه في واقع الأمر تأثير هذا القصف هو محلي مرتبط بصراع سياسي عراقي، والهدف منه بعيد عن التأثير على الولايات المتحدة أو التأثير على الأوروبيين في المفاوضات النووية المتوقفة. نحن نتحدث بخصوص الصفقة النووية، يعني نحن نتحدث عن لاعبين كبار لا ينتبهون وربما لا يهتمون بما يجري في العراق.